الله سکنجبینی؟ حضرت آیت الله سکنجبینی؟ حضرت آیت الله؟ I have some سوالات فی بحث انتخابات. There is no علاقات فی بحث الانتخابات فی هذا الموضوعات. حضرت آیت الله why؟ Because انتخابات حلقه من الحلقات النزاعات والمشاجرات والمخاصمات والمنازعات والمجادلات بين الجميع الجماعات الاوباشات والدستجات الذين شاغلين وشاركين في جنايات بدون المكافات والمنكرات ومباهات والاختلاسات بدون التشريفات. وقال خامنئي الرأي فريزة الزور لكل الآهاد الجمبوري وحتى مرغوب بالرأي والمكتوب بالفوش والناسزاء على هر قوري بقوري. And I have no إبهامات بل تبهمات بل شبهات في هذا الموضوع الانتخابات. حضرت آية الله What about استعفاء؟ استعفاء؟ استعفاء في باب الاستفعالات ولكن حضرات في باب الانفعالات. اكسكيوز مي حضرت آیت الله. اصلاحات؟ اصلاحات؟ There is no علامات من الحياة الجمادات بالاسم الاصلاحات. اصلاحات كمثل الانبات في جميع الحالات. حضرت آیت الله you mean atomic site? Oh, atomic site. قال امامتين الجماعتين في خطبتين الجمعتين من المدينتين الكبيرتين تهران والقزوين المراقبات والمكاتبات والمباحثات والمشاعرات والمذاكرات باب من الأبواب المقامات للحفظ النظام الآيات والقنيسازي حركة من الحركات الهقبازي والإمزاء المجازي للولي الفقيه الرازي. And I have no علاقات في إدامة هذا السؤالات وفي الوقت المحدودات. حضرت آيات الله حضرت آيات الله but I have some سوالات. Take this me بجاد. I have many سوالات والإبهامات ولكن there is no علاقات في هذا الموضوعات. هذا الوقت المأكولات سبزيجات والميوجات. And السلام عليكم. انجاز ان اينكم.